خير يا مدام، انا لسه الشيفت بتاعي ساعه. بعرف، انا بس عم اتفرج عليك. زي ما تحبي. بتعرف اذا انقطعت الكهرباء او المي للعموميين من تحت راسك الدوله رح تصلحهم على حسابنا، وهودا طبعا رح يكلفوا مبالغ كتير كبيره ونحن ما بنقدر ندفعهم. ما تخافيش يا مدام، انا عارف انا بعمل ايه. ان شاء الله. شو بيه؟ ليه وقفت شغل؟ كمل. سيادتك واقفة يعني، وأنا ما تعودتش أشتغل وحد واقف فوق راسي. أوكي، لكن أنا رح فل، خلص اللي بإيدك. شو صار شغل؟ يا دمى يا تشويتا سبورتس يا حمادة انا اكيد هو السبب، اصلا قلبك كان ناقصني. حمادة قطعت الكهرباء والمي، والله بيعلم شو نزعت كمان. لازم نحرق ايدنا من النار تنعرف انه النار بتحرق. بدل المرة قلت لك 1000 مرة شغلة اللي ما بتفهم فيها ما تمد ايدك عليها. إن شاء الله تبقى فتحة خير علينا كلنا. اللي عندك عن جد انت واحد مجنون. لا، ما انا ما كانش قدامي غير حلين، يا اما اجري يا اما اعمل اخرس. تصدق انك اخرس؟ امال ايه، ما انا اصلا اخرس من صغري. دي صعبه يعني، اي حد ممكن يعمل اخرس.
سماتشيتشي حمادة ومني شلابك عم بيقول عنك انك ذكي. حمادة بدي اعرف شو مشكلتك مع البوليس. لا ابدا، اصل احنا زي ما تقولي كده عندنا في مصر الناس كلها بتخاف من البوليس، اول ما يشوف لجنة او كمين يحس انه عامل 100 مصيبة. حمادة اذا عندك اي مشكلة معه نحن مستعدين نساعدك، ما بدنا نتفاجأ بعدين تكون مطلوب من الانتربول او عامل لك شي جريمة قتل. انا اعترف لك بكل حاجة. يا ريت بيكون احسن. انا هربان من حكم بالاعدام في جريمة قتل. شو هي؟ انت اكيد عم تمزح. ضحك ايه؟ لا طبعا بمزح. انا راجل غلبان وماشي على قد حالي، انا ضربت الفرخة انتربول. خش على الشغل بقى. ادي لستة المصاريف. دول ايراد الاسبوع بتاع المغسله. شو هي؟ يخزي العين. شاطر يا حماده والله شاطر. انت تفو براتسل. ايه ده؟ دول ليا دول؟ جدوا النبي عم جورج؟ دول يجوا نص الفلوس يا عم جورج؟ نص الفلوس يا عم جورج. ربنا يخليك يا رب، ربنا يكرمك.